السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ساكم الله بالخير. مشاهدينا اللي في البيوت يتابعون برنامجنا في العافية مع أطباقنا اللي كل يوم طبق خليجي وتقليدي، أرحب بحصة. هلا يما، يا مرحبا. الله يسلمك. شخبارك؟ الحمد لله حبيبتي. شلونك مع الصيام؟ الحمد لله بخير. عسى البنياتي يصومون. صايمين يما. مصطلبين؟ اي اي عشوة صاملين يعني. اي عشوة. اليوم بنقدم لكم أعزائنا المشاهدين اللي هو طبق خليجي، هو اللي هو مبخر اللحم يعني في قاعة الجدر، بس كل شيء علي يعني بدون حماس بعد. لكن اليوم أنا حبيت أضيف له، سوينا له فنتق، بنضيف له اللبن والعيش بنسويه على لبن. الحين أنا شغلت الجدر، بشغل الجدر على نار هادية مثل ما قلت لكم، وأنا أطفى اشتغل. مثل ما تشوفون ان انا حطيت طبخت اللحم، طبخت اللحم قبل وشليته، والحين بقول لكم شنو المقادير عشان ماينا يسخن، وبقول لكم مقاديرنا. مقاديرنا احنا اخذنا كيلو ونص لحم واربع بصلات ترمناهم جوانح، واربع علي ولم، أربعة لا اثنين علي ولم وحطيناهم مربعات كبار. وبعدين عندنا هني العيش أربع كاسات، وعندنا هني الثوم مع اللومي والسنوتي واليلي، دائما هذه معنا والليلان. وعندنا الابزار المخلوط والكركم والفلفل الأسود، وعندنا المجروش، وعندنا دارسين، وعندنا ورق القار، وعندنا الهيل، وعندنا دارسين ناعم. هذه عندنا زبدة وعندنا ملح، هذه مقاديرنا. وبنسوي لكم اليوم طبق الحلو اللي هو القيمات، بس اليوم القيمات بعد على لبن وعلى كركم. وأنا أعينها بقول لكم طريقتها. الحين ببتدي أنا مع الطبق هذه اللي هو العيش المبخر، خليه يسخن. حصة عندك البادية الحمراء أعطيتك إياها. إيه طولين إياها. الحين هذه روس بصل، لازم يبي بصل وايد، هو ما يبي يعني شوية. هني أنا بحط عليها شوية زيت، حصة بتدي انتي قلبي فيه وأنا ببهره. شنو بغيتي؟ ببهر دي اللحم، وابتدي انا احط عليه دايما هذه معانا صحننا رفيج دربنا، الابزار والفلفل الاسود ومجروش الثوم مع الفلفل والدارسين الناعم والثوم، كله على بعضه كله يميع. وبنحط هذه المجروش، الجلجلان والسنوت والكركم، كله يميع ما نبي. وبنحط الهيل المطحون. يما هاي الطريقة تبهرين فيها البصل أول شيء؟ يما أقول لك تبهرين فيها البصل أول شيء؟ إيه كلها يميع، بعدين بنحط عليها اللحم. يبي اللحم حصحين ولا خلي اللحم بنحط هذه عليها. الحين بس نقعد نقلب فيه. عندك انا اعطيتك القشه؟ ايه عطني اياها. تبين اقلبه؟ ايوه. حطينا يما ال هذه الطريقه سهله، ما يبي لها يعني هذه. اللهم بس عليكم ان اللحم ما ينضى وايد، بس فوحه لانه بيقعد هو على نار هاديه. على البخار نفسه؟ اي، حتى الملح انا بملحها لين يختلط كله يما مع بعضه. لين يختلط، بس يحطي على اللحم وقلبي يميع بس وخليه. بس. يبي له شوية عشان اللحم، ما حطيت بعد أنا عليه ملح. الحين هني أنا طالع جدري. أنطره بس. حط عليه اي حطي عليه
يبي له بصل وايد على اللحم. إيه؟ لازم بصل وايد. الحين هني بحط في العيش دارسين، وبحط مسمار مع الهيل، وهذه النجمة، وبحط ورق الغار، وانطره بس يطبخ. قلبي كله، ولازم يبي له زيت شوية. إيبي خلنا نعطي زيت. ويبي له لبن. إيبي شوية صخنة زادي. تحطين فيه اللبن. إيه قلبي مع اللبن. كاس تقريبا يمان. إيه تقريبا كاس ونص اللبن. واخري عن الضوء. إن شاء الله. وقول فيت قول بحين حصة لين يختلط الابزار والهيل والكركم كله مع اللحم والبصل كله يكون يميع، بعدين بنحط عليه العلي واللم. يما اللحم اي هبر يعني، مو بشرط نتقيد بجزء معين. لا حصة حطي العلي واللم بعد. الحين انا هني بملح العيش، والعيش ما بخليته أنا يطبخ وايد عشان إنه أخليه على نار هادية. طباخة ما بكون يعني حبته لينة، لا لازم شوي ويبس الحبة. أيوة بس قلبي وهذه طريقة سهلة مثل حق الطلبة اللي بلاد برع، عيالنا اللي يدرسون، طريقة سهلة لهم وما تحتاج أي وقت. اللهم بس يبلي الحيمة ويحطها. رعية البيت الموظفة اللي تخلي مثلا تسوي العيش وتسوي هذه الخلطة وتحطها تحت وتحط العيش فوقها وتخلي من تي تحطها على نار هادية وبيستوي. هذه الطريقة سريعة وحلوة، وهذه طريقة أهلنا الأولين يسمونها اللحم المبخر، بس عاد إحنا اليوم ضفنا عليه اللبن. خلاص حصة بعد فرق لنا المي، وشفتوا مي الحين هو والله ريحته حلوها الحين كذي، ريحته ما شاء الله قوية صايرة. الحين بس من يطبخ العيش بنحط العيش وبعدين بنشغله وهو حبته يابسة، لأن ذي لازم ينضى ويعطينا على البخار. يعني محبة العيش تكون لازم نص استوى. أيوة يعني يدوب تستوي الحبة خلاص، وعقب يقعد على البخار. أيوة. نزلي تحت خلاص بس، وطريقة سريعة وحلوة ولذيذة يعني في نفس الوقت. حق رعاية البيت مثلا قالوا له بكرة احنا بنيت ولا تعرف شو تسوي، من بناتنا الحلو الجيدات، كل البنات هالقطار كلهم جيدات هالقطار وهالعرب وكلهم، لكن يمكن ساعات انه يعني ما عندها وقت ولا شيء. ذي هذه سريع بس، اللهم اللي عليها مثل ما سويت الحين انا، وتحطها على نار هاديه. ننطر العيش بس ينتشل، وهلنا كذي الاوليين مثل ما سولفنا من قبل ما يعوقهم عايق. الحين بس يطبخ عيشنا، وهذه يسمونه المبخر الاوليين، يقول ذاك اللحم تحت والعيش فوق، هاي يسمونه المبخر. حد يحط اللحم ويحط العيش بس منقوع، وبس ياخذ الماي مال اللحم ويحطه يصبه على العيش من فوق بس، بعد يخليه على نار هاديه بعد ويستوي. اي هذه بعد يسوونه يعني. الحين اللي نخذ اللي انا سويته هذه الخلطه كلها، اي كلها حطها وحط العيش من فوقها ني، العيش مو مطبوخ. اي ما يستوي؟ ويستوي بس يمرقه من فوق، يستوي بعد ايش زينه. اي بس هلوم بعد هذه لها طريقتين. احنا اليوم سوينا كذي، واحنا قلت لكم انا اليوم سويناه على لبن، وحتى عيشنا اليوم بنحط فيه لبن، بيكون حتى القيماتنا اليوم فيها لبن، بس بعدين نقول لكم المقادير. اليوم عندنا اللبن، نسوي لكم حلقة اللبن، يعني اللبن لازم ياخذ حقه اليوم، الثلاث مراحل عنده، في اللحم حطيناه، وفي العيش بنحطه، وفي اللبن وفي القيمات بنحطه. بس انطره يطبخ.
والحين العيوش مو مثل الاول، العيوش الاول غير، ينقونها يتعبون عليها وينسفونها. الحين الحمد لله من فضل الله العيوش نظيفه. الاول اللي صار عندهم العراس يوم معه يا اول الخياش البشاور ما في عندهم يعني عيوش مثل الحين، بس عندهم بشاور وسقندي، وعندهم العيش يسمونه باللم. اي البلم. اي عيش يسمونه باللم، لا ريحه يعني. وريحته ناس تستحبه وناس لا، تقول لك ريحته مو بزينه، والناس اذواق. ولين عندها وضع عندها ضيفه ولا عازمه حد، حطت الصحن وكل من حد ياها من جيرانها يلا نقل، تنقي هالعيش وتنسفه كلها مال العيش الغبار، ويحطونه ويخلونه نضيف، الناس تنقي من صوب، هذه من صوب، اللي يسوي اللومي. الاول العيش، الحين العيش لا الحمد لله، تعال واغسل. الاول لا ينقونه عن الحصى، ينقونه عن الشلب، ينقونه عن الدبيبو، كان في دبيبو ينسفوه. هاي الاول. الحين مثل ما تشوفون بس يطبخ لنا طوش واحد. على ما قالوا اهلنا الاوليين. فوح واحد فلان ما يعوق، قال له فوح فوح دله، يعني ما الوقت عنده فوح دله يعني على طول، يعني اول الفوح. اي بس فوح دله، لان الدله اذا القهوه ما تعوق، ما تاخذ لها دقيقتين وفوحت الدله. قال والله بروح وبيك يا فلان، قال لا تبطي، قال لا ماني باطي ابدا، فوح دله وانا عندك، يعني الوقت يعني ما راح يتاخر. اي ما راح يتاخر يعني بسرعه بيي، فوح دله ابدا مو الفوح دله. يقول له نبي بس يطبخ شوية. وأنا حطيت فيه اليوم علي واللم، تبون عندكم بعد فقع بتحطون فيه فقع، بتحطون فيه نخي، نخي الخباز، بتحطون فيه اللوبة الأبيض، بتحطون فيه النخي الخضر. أنا دايما أقول لكم وعيد وأكرر، يمكن تقولون أم خالد يعني، لكن هذه لكم للتذكير، ان رعية البيت هي اللي تفنن. يمكن عندك اليوم انت مسويه شيء وزايد عندك النخي الخضر حطي معه، يمكن عندك النخي الخباز وزايد حطي معه، حطي لرعية البيت هي اللي تفنن في طبختها. ما يبي له يا بنتي لا علوم ولا سوالف، اللي يبي له بس انها تيه وتشوف شنو هو اللي تيه وتحط ويصير من احسن ما يكون. اي شيء عندها، حد يحط كوسه، حد يحط ذاك شو اسمه قرع، اللي تبينه من الخضران. اليوم اخترت لكم البيل علي ولا باذنجان. انا يما لاحظت انه ما ضفنا اليوم طماط. لا الطماط لانه بيغلق به. اي خلي فيه مي، خلي فيه مي. اي ولا يطلع مبخر ولا بيضرب في الجدر. ايوه لا احنا نبيه بدون طماط اليوم. ما حطينا طماط بس حطينا هذيك شيرنا فيه. انطره بس يفوح الجديد. يما نقدر نستعمل العيش السقندي عليه؟ يعني اذا انا بسوي مبخر على العيش السقندي. اي بس السقندي ايش بتسوين فيه؟ لازم اطبخه؟ لا تطبخينه ولا تطبخينه مع دهن. اي عشان يصير على قولتهم منفلفل. لازم يما مع دهن؟ اي تحمسينه حماس. اي عشان يتبطل. عشان ينفتح. لان صاده الماي على طول يكون لان مفلفل. السقندي لك بعد. إيه. مو مثل لانه متروس نشويات. ايوه ولا كان تطبخينه فوح واحد وتنثرين الماي، عقب تصبين عليه الماي. إيه. تشخلينه تخلينه يتخلص من النشا اللي فيه. إيه. لان النشا فيه وايد مو مثل العيش اللي خفيف. وحبته بعد متينه. متينه. الاول الناس تاكل كلها سقندي، ما عندها وين اللي ياكل البشاور على قولتهم. الحين يطبخ عيشنا. يطبخ يفوح. والعيوش هي أكلتها الخليج، كل الناس تحب العيوش. البيت اللي اليوم اللي مال واحد وما يسوي عيش فيها كنا نضيع لها شيء. لازم العيوش تنطبخ في البيوت. إيه؟ احنا يعني هالخليج ما نصبر عن العيش. الاول بعد الاوليين الغداء عيش والعشاء عيش. العيش الابيض يما في الليل. إيه؟ لازم الطماط. لازم مع العيش لازم. لا سموك يعني اليوم سوينا صالونه سمك في الليل شيلوني ومقلي، اليوم مكبوس
الغداء مكبوس، العشاء صالونه، لازم صالونه. ما شاء الله اكلهم اذا معتمدين على الوجبات الاساسيه الرئيسيه الدسمه وصحتهم ما شاء الله زينه، لان كل اكثرهم كله سمك. تخيلي الصحن يعني الغداء حطوا هالصحن واحد ما في صحون، صحن واحد وتلايموا عليه العائله ويتحركون يم ربعهم. اي وياهال وريال العود والمراه والبنيات، صحن اللي عادي على حسب العائله، ساعتيك هالكبر ساعتيك والله ها منتب مضبوط. اي كلوا كلهم تيمعوا عليه، حطوا هالسفره وتيمعوا عليه، كان حطوا عليها كان عندهم رويد ولا بقل ولا بربير، اللي طاح البربير ولا اللي طاح البقل يعني الاول يحبون هذي، ولا يحطونها في الصحون، يحط غسلون في ذا المشخاله ويحطونها حذاء. اي احدى الاكل. اي والماي ابو الجيك ماي الاول المعدن مال الهند، والقلاصات المعدن البوالدي البوالدي حطوها وصبوا اللي هذه يبي وذي يبي، وتميره ما تنفرش السفره الا التمره موجوده لازم، والتمره مو بفصحون لا يحطونها على السفره. الصحه يما الصحه نعم، ما يحطونها لازم لازم التمره، وما حد يقدر ياكل الا لازم تمره، التمرة هي الأساس اللي لازم أدى في الليل. بعد دشت رعية البيت العود، البنية العود رعية البيت هي اللي تدش تطبخ، ولا كان رعية ما عندها بنية دشت هي هبابا غسلت مسكينة جدورها مال الغداء، والعصر سوت قهوته وشاته دشت على العشاء، يروح راعي البيت يصلي العشاء ويلقى العشاء منشوب، تعشوا هم وعيالهم انتروا السفرة وغسلوا هالمعين صفرية وصحن، وما حد يعترض إلا مسوين دياي إلا مسوين سمات ما إحنا حد كلن يأكل كلن ما في كلن يأكل. نروح معاكم حبايبنا فاصل ولا تروحون عن التلفزيون عشان تكملون معنا الطبخة. رجعنا لكم أعزائنا وحبايبنا وبناتنا وخواتنا، نكمل معاكم طباخنا اليوم، مبخر على لحم وهو لبن، حصة شخلي حطي فوق تشخل الحين بنتي حصة وبتشوفون الطريقة. فوت هوتش الثاني عندك الثاني. العيش الحين ما طبخنا وايد، يا دوب فوحة فوحتين وخليناه حب، انتري انتري كله يبي الحين الحين مثل ما تشوفون، بس بنحط لها شوي زيت عشان ما يلصق اللي شفتوا. بس وش بنسوي؟ بنحط هاي كلها في الصفرية، بنوزعها حصة. بس نشيلي العيش هني، نشيلي فتوحي، ولا يبي له شيء ولا عاق. الحين بس أنا بساقي باللبن، برشه باللبن. هاي المرحلة بعد ما تعطينا البخار نفسه. أيوة. وتعطينا طعم اللبن. يعطينا العيش طعم اللبن. والخلطة فيها لبن. خلاص على ما قالوا داخس عيد. شنو يما؟ داخس عيد. داخس عيد. شنو يما يعني؟ يعني من زين لبن في لبن، ودي على ما قالوا ويقولون والله يعني الشيء الزين اليوم كل شيء قالوا أوه داخس عيد. هذه الحين خلصنا وبيقعد على نار هادية تقريبا يبيله ساعة إلا ربع، بس ما نكشف عليه خلاص، البخار اللي بيضرب في الجدر وحطيت عليه تحت الحديدة بيضرب فوق، بينضي العلولم بينضي العيش وبيطلع أكله ما يحتاي، وبعدين بتقولون صجم خالد. يعني ما ياخذ له تقريبا ساعة نص ساعة؟ ساعة إلا ربع. ساعة إلا ربع. إيه
ساعة إلا ربع ساعة ياخذ يبي له بس يكون على نار هادية. إيه ولا حد يبطله. لا. يعني ما نكشف عنك الساعة. لا ما لا. الحين بني حق للقيمات بقول لكم للقيمات. مقاديرنا اثنين طحين رقم واحد، وعندنا كاس ونص تقريبا لبن، وعندنا خميرة قفشتين، وعندنا شكر قفشة، وعندنا حليب مجفف قفشة، وعندنا بيضتين، وعندنا حلوة، وعندنا كركم. أنا أخذتها وعينتها يميع مع بعض وخمرت وصارت هالشكل. وعندي الله يسلمكم قفشتين كستر اللي هي المحلبية الصفراء، أخذتها ودوبتها في ماء وعينتها بها مع اللبن. هذه بالنسبة حق مقادير للقيمات، وحطيت فيها حلوة عينتها بالحلوة. هالمرة يبقى القيماتنا صفراء. اي اليوم هالمرة على لبن، بما ان نعيشنا اليوم لبن وحمساتنا لبن، فقلنا نسوي اليوم لبن على اللبن. بس ننطر الدهن يصير حار، لان كل ما كان الدهن حار بعد اذا حار وايد يشكل للقيمات، لكن بين البنين لا بحار ولا بارد. يعني بعضهم يخليه حار نار عالية، وكل ما حطينا للقيمات تشكلت عندنا، لكن لازم يكون بين البنين. وللقيمات تاخذ وقتها، يعني للقيمات اصلها تدلع، هي المدلعة يما؟ اي اصلها للقيمات دليعة، لازم تدلعونها. بس يحمي وبعدين بقصر عليه. زين يما نخلط الحلوة معاها؟ اي خلطنا الحلوة. هي كذي شوفيها. ما نخليها يابسة بين البنين. اي لينة. اي لينة. حق الصب. حق الصب. وكم يما كم مدة تخمرها؟ ساعة. ساعة. تخمر ساعة. يعني ما نخليها أكثر، كل ما خليناها أكثر كل ما عطتنا يعني نتيجة يعني تفقع وتيبس. أيه. وتبطي ما تعطينا لون. أيه. لكن مدتها ساعة ما تأخر عن ساعة. وأنا كله على بالي كل ما خمرت كل ما صار زين. لا. عشان شي تشكل. اي لا الدهن يكون مبحر. شوفي الحين مبحر. يبي له يعني يبي شوية. بين البنين يما. يبي له دهننا شوية بس وبنصب. اليوم احنا حطينا لكم حلوة. غيرنا عن القيمات، والقيمات ترى لها عدة طرق. يعني أنا يمكن طريقتي غير، وذي جارتي غير، وذي واحدة غير. حد يحط فيها روب، حد يحط فيها بيض، حد يحط فيها يعينها على لبن بس خالي، حد يحط فيها موز مهروس، حد يحط فيها علي ولم. كل واحدة ولها طريقة في القيمات. الأوليين كلش الأوليين يحطونها يعينونها على ماي وملح، ما يحطون نادر ما يحطون الخميرة. الخميرة كانت اللي هي الأولية حبيبات، يعني مو بهذه الحين خميرتنا الفورية، لا ديك حبة خميرة الخبز جنها. اي هاي الأوليين ما عندهم شيء يعني. لا كل شيء ما عندهم. اي يسوون للقيمات، حد يحط عليها دبس، حد يذر عليها ماي ورد وشكر وهيل. انا اليوم بحط لكم الشكر، بحط لكم على شكر. هذه اليوم قيماتنا، نبيها بس تحمي. بصب فطن ما تحمي. للقيمات الأول يسوونها في الأعراس حق الفوايل. في بردة بس أنا أبيها عشان بشيل عنك هذي، خليها شوي يحتر الزيت. كل ما احتر كل ما عطانا نتيجة. وإحنا اليوم سويناها لكم على كركم، خليناها تصير صفرة. تغيري ما حلو، وتشوف لونها حلو يعني. إيه هالصحر كيها أنت شوية عشان هنا ما تتشكل. بس صبر شوية. أيوة بدأ يحتر. يما الصب أنا عندي ما شيخ علي. يعني هذا الصب مو كل حد شيخ علي. اللي بغيتي لا تنبهين يدك فوق. أي. دائما خليها تحت. وبعدين ها إيه حطونها وترصينها مع الملة. عيازتي ما. الحين أنا أخذ الآلة.
الحين كل شيء متوفر. الآلة هي شوية تريحني في الصب، ولا الصب ما أعرف له يعني، صب القماش هو اللي تعبني. يعني ما يبي له شيء الأولين، بعد يقولون عادي يعني لو ذاك مساكين صبهم يعني على عرفهم. اي على عرفهم، مو لازم تي ترى مدورة، نادر ما أحد يشيخ عليها. أهم شيء القماش في الأخير. اي وحلوة. بيحتار عشاننا. حلوة ما شاء الله، طلعت في الصباب حبة الحلوة تبين. إيه؟ لونها أصفر. هي اليوم احنا حطينا فيها الكركم، وهي ما أخذت الدهن بروحها تكور. إيه بس تحركينها عشانها تتشكل. عدلي ما نسوي. إيه كل ما قلبتيها كل ما تشكلت، لكن اللي خليتيها سوت لها الروس. حديقة الحيوانات. أيوة. أنا تسوي لي فيلة، تسوي لي زرافة، نجمة، عتاوي، طاوة. كلنا أول ما صبينا ساعة بقرع ودتيج جواميس أشكال والوان لين تأخذ اليد. الأولين يقولون ما حد طلع من بطن ما متعلم. أيوة. شوي وشوي وشوي لين الواحد يتعلم ومع الممارسة. يما هي الحين بس نقصها عليه شوي عشان تنظر تاخذ راحتها وهي تدلع، هي دليعة يعني. لازم تقعدين تقلبينها. اي تقلبينها لين تتحمر وتقلمش. لين تتحمر تحمر وتحمش. اي وتنضى من داخل بعد لين تعطيك النتيجة اللي انت تبينها. اعطيني هذاك حصة. نقلب فيها. شوفي انت شكلت يما هي. ايه فيها كيف حبه الحلوه تبين. ايه وعقب عاد التزيين على بناتي ايش يبون، يا سمسم، يا حبه البركه، يا النوريل، يا حلوه من فوق، يا درسين ناعم مع الشكر بيحطونه على درسين. هاي ما ايه على هيل. احنا بنذر اليوم عليها هيل وشكر، بس الهيل داخل خلي يبونا عقب البنية إن شاء الله. اللي خلصنا نحص أنتي كل ما حطينا عشانها حارة دري شكر عليها إن شاء الله. لين بعدين نقعد تقلبين فيها لين تستوي. والقيمات حلوة على القهوة، ناس وايد يعني يحبونها خصة عقب الفطور وتقهون عليها السحور، بس هي حلوة يعني حارة، ناس وايد تسويها بس وتقدع عليها. احنا يما هاي شيء اساسي عندنا مع عقب الفطور والبلاليط. والبلاليط حق القهوة كل شيء سبحان الله. حلويات الاول وايد يعني لها اهمية ولها لذة احسن من الحين، مع انه يعني في دهن وفي ذي، لكنه ما لها الاوليين من كثر يعني ياكلون للقيمات على دبس. والحمد لله يما الحين بعد مثل يعني وقتنا الحالي من كثر الحلويات اللي تصير ومن كثر المحلات اللي تنفتح، يعني فيه حلويات تقليديه، حلويات اهلنا الاوليين ما اندثرت. عندك للقيمات، عندك البلاليط، عندك الخبيصه، العصيده، هاي الحمد لله يعني ما اندثرت. والخنفروش رعيات البيت، البنات اليايدات يعني هم بروحهم بعد يسوون للقيمات ويسوون الخبيصة ويسوون العصيدة وخبز الطابي. بعد خبز الطابي الحين عندنا البنات ما شاء الله كله يسوون هذه مال أكلاتها الأول. والأولين مساكين لازم كل شغلة في يدك، ولازم يعلمونك، ولين يات الأم تطبخ تعالي قعدي
حلا يا بنتي مخلين البنات يعني على راحتها الاولين لا تعالي قعدي شوفي تعلمي باكر الريل بينقد عليك كله على هالريل الا بينقد علي ولا الا بياخذ عني يعني بلفيت فكره يحاتون هالريل واهل الريل من شده تمسككم بالعادات والتقاليد بينقد عليك بيقول هذه المرأة كذي وهذه ما تعرف ويوزوني واحدة ما تعرف تطبخ لأن ما هو الغريب من بينقد عليك ولا غير الغريب والأم تعالي سوي قعدي ها باكر بيقول مالت عليك وعلى اللي ربتك ويخوفون البنت وتقعد مجتهدة تحملي يا بنتي يسوي كذي وحلبي الغنم وقومي ولا تنقد عليك مريلك لا يقولون هاي مربيات فلانة تعطيها دروس قبل شيء وبعده لين تخليها مسكينة خلاص بس هم دروسهم حلوة تعلمهم أكيد والله اللي دروسهم زينة الأول علمونا وقالوا لنا كذي سووا كذي والمرأة تصير سنعة تخيط الدراعة وبتخيط اللي يعني الأولين حتى حق القرقعان ما يقطون يخيطون القطرة ويخيطون الدراعة اللي نقص ثوب الريال ركبت الزرار هاي كل شيء كل شغلة في يدها الأول يخيطون المساند يسوون لهم مثل الطويرات شنو يما الطويرات؟ الأول المساند يطرزونها باليد يسوونها يسوونها باليد إيه يسوونها باليد الأول ما في مكاين تسوي لهذيك الرسمة نخالة مني وريدة ومني وريدة كل طبيعته وبيئته يما إيه والله ويسوون النقدة الأول ينقدون بعد ينقدون الملافع ويسوون الكرار الأول اللي على الثياب يلبسونها ويخيطون الدراريع كلها أبداً بريحاته ما شاء الله استوت يمكي قامت تأخذ اللون بعد شوية تأخذ اللون بس عقب خلي بولات البنات هيل الهيل إن شاء الله الهيل مع ماي الورد شوية إن شاء الله نورة يما يبي لي هيل وماي ورد هيل وماي ورد بدأت تستوي اليوم عاد القيماتنا إن شاء الله بنياتنا يطبقونها وهي سهلة ما تبلها شيء يا بناتي اللهم حطينا الحلوة فيها وحطينا الكركم عطني ما عندك بس بتدي شليها حصة وأنا بقصر عليه عشان الصبة الثانية ما يلعوزنا الحين خلاص كذي أشيلها هذه؟ إيه حتى ريحتها حلوة صارت إيه ريحتها حلوة بعد من الحلوة أه؟ ريحتها حلوة من الحلوة إيه غير أنها مخبوزة إيه؟ يعني سبحان الله الحين بنصب لكم بعد هاي الصبة لأن حصة إذا خليت الدهن يصير حار يا بنتي أنا ما ينفع إيه ما ينفع لازم إني أحط فيه الذي بعضهم يخليه ويروح لا ما يصير لازم تصبين عشان الدهن ما يصير حار واللي حطيتي وهو حار الحين وأنا أصب أطلع فاصل معاكم لا تروحون على التلفزيون عشان تقعدون معانا وتشوفون الجيماتنا رجعنا لكم حبايبنا بعد ما طلعنا وياكم فاصل حق نكمل معاكم الجيماتنا كملنا هذاك وحين الصبة هذه حطيتي حصة سمسم اي حطيتي هيل حطيت هيل حطيت سكر شكر بس هذه ما بدي خلي حق البنات يشلونه هذا احنا نقلب فيها مثل ما قلنا لكم هي تدلع هي تدلع للقيمات تبلها تقلب
بنهاية الرحلة. أنا بشوف جدري بس وين وصل. طلعت بس شوية وقع عليه عشان يعطينا نتيجة بس حتى إيه. قلبين حنتي؟ إيه أنا بقلب. شوفي الحار دائما الحار تخليها تشكل تشكلي دائما تلاحقينها تلاحقينها قبل شيء بعده. قامت تاخذ لون شوي قامت تاخذ لون شوي اي تاخذ الحين دقيقة واحدة بس تبيلها هي أنا تدلع دائما على سعادتها تدلع أيوة لقيتي عليها سمسم الصديق أي أشوفها لها شوية سمسم مثل ما قلنا لكم التزيين على حسب الرغبة حد يحب يحط فيها حبة البركة حد يحبها حلوة حد يحط فيها نوريل على رعية البيت اللي اشتبي. نورة نورة قومي عطينا هاي الصحن والله تاخذ وقت عليها كنا عود قلنا نخليها في بوديتها احسن في بوديتها اي بس في البوديه احسن هات نوره نوره حبيبتي تعالي رجعي تقول لها عوزتني يدتي تعلموني ما خلهم اي ما عليهم شر هذه بس الحين حتى لما تتقلب تخف اي اول ما تحطينها ثقيله اي وعقب تحسين انها خفيفه تخف يعني تخف خفيفه صارت بس تاخذ لها شوي لون خلاص حطيها على اختها وذري عليها السكر هذا عيشنا بدا يدخن خلصنا بس يبي تقصيني مالنا هذه شوي بقدونس ان شاء الله حط عليه ان شاء الله بس انشب هذه احطها يبي حنت يبي بس شوي تبيلها كل ما خليناها في الدهن تنضى من داخل ومن برا تصير مقرمشه يا البنات يا الحلوين يلا تعالوا حطوا السفرة الحين احنا خلصنا القيماتنا ندر عليها الشكر حتى يما لو بغيت ازينها بالدارسين اي والهيل
الدارسين والشكر ممنوع بعد. هذه اليوم قيماتنا غالية. تعالي شيل هاي. يلا حصة اعطيني ام الصحن العود ان شاء الله. بس الحين عاد الصحن الله يسلمك يبي له نشل ان شاء الله. يما انا بنشله. اي لان هذه لازم تنشلينه ان شاء الله. اي حطيها. عندك البيز؟ اي عندي بطلعه. تعالوا اعطونا الصحن نورة الكبير. نورة يما الصحن الكبير بس. صبري يما. ما تحصى؟ حطي كذي. الحين اليوم مثل ما تشوفون اليوم سوينا لكم هذه الطبق. الحين بتشيلي بنتي حصة. تقدري؟ اي اقدر. مشاهدينا هذا اليوم شفتوا اطباقنا اللي هو مبخر. بيشير هو معاك. ايوه الريحه ما يحتاج مثل ما شفتوا. صعد لي بس هذا هذا اليوم لحمنا المبخر. حطي في النص يما اللحم. نضل علي ولا؟ اي استوى خلاص. من هني عدلي بها. كحصة للريحة للبصل. أنا كني مضيعة يعني متعلمة على الشيء اللي أنا أسويه بيدي. تبين أخليك تسوينه؟ كني مضيعة شيء. فوقي ما؟ إي كله. أنتِ قلتي كل رعية بيت لها طريقتها. إي إي. اليوم على طريقتي أنا. كل حد رعية البيت يمك لها الطريقة. هذا العلو اللمناضي مثل ما شفتوه. زخيم ما تشوفيه حطي عليه البصل يما والبقدونس حق التزيين. إيه يعني حد يحبه كذي، حد يحبه كذي يا بنتي، حد يحط عليه اللومي، حد يحط عليه هذاك. بس سحبي مني حصه. في علو اللمه هني خلي احطها لكم. خلني اسولف على بناتي وعيالي. الطلبه اللي مثل ما قلت لكم هذه صح طبقنا اليوم. هو لحم مبخر مثل ما شفتوا. على السريع حطينا البصل والبهارات وبدون حماس وبدون شيء. اللهم اللحم بس فحناه نص فوحة بعد، والعيش نفس الشيء ما طبخنا وايد. وهذا هو هذه نتيجة اليوم شفتوها. كالبطاطس العولي واللمناضي وللحيمات ناضية. حطينا خلا ودي ما بتودينا هنا. اي على الصفر. وسوينا لكم اليوم القيمات، هي القيمات الكركم على كركم عيناها على لبن. اي بعد نسيت ما اقول لكم ان حطينا في العيش لبن وحطينا في خلطتنا لبن. وهذه اطباقنا اليوم، ونشوفكم ان شاء الله باكر مع حلقه جديده مع برنامجنا في العافيه واطباق تقليديه من تراث اهلنا الاوليين.